Another key achievement أحد الإنجازات الرئيسية الأخرى in trade facilitation تتعلق بأدوات تيسير التجارة هي مواصلة تنفيذ نظام تيسير وتبسيط التجارة وأيضا خطوط توجيهية للنقل فيما يتعلق بالسلع فيما تم اعتماده في 2020 وأيضا منصة كوفيد 19 تم إطلاقها في 2020 بدلة تبادل المعلومات حول إتاحة المنتجات وخاصة الخدمات والسلع الرئيسية في مناطق الجائحة. ومن خلال دعمنا للتكامل الاقتصادي في أفريقيا لدينا العديد من الإنجازات نبلغ معاليكم وسيادتكم بها. فإن اتفاقية الثلاثية والتي تهدف إلى التكامل في مجالات مختلفة منها الصناعة والبنية التحتية لتخطي المشاكل وأيضا تعزيز التكامل الإقليمي والاقتصادي. 26 توقيع تلقينا حتى الآن من السادة الأعضاء و 11 حالة تصديق. نحن بحاجة لثلاثة أخرى لنصل إلى السقف المطلوب حتى نستطيع إنفاذها بإجمالي 14 تصديقا عليها حول هذه الاتفاقية. بالنسبة لبناء القدرات الهدف من ذلك هو تعزيز الأدلة على أساس صياغة لهذه الأدلة. وفي هذا الإطار لدينا شهادة ماجستير في التكامل الإقليمي وقد بدأ هذا البرنامج في جامعتين أحدها في كينيا والأخرى في موريشيوس وهناك ثلاثة جامعات أخرى ستنضم إلينا. هناك أيضا مواصلة للمنتدى الأبحاث السنوي وعقد كل عام وتقديم جوائز للابتكار للمبتكرين الشباب. Moving to agriculture. والآن ننتقل إلى القطاع الزراعي. COMESA has continued to support. لقد وصلت كوميسا دعمها لتنفيذ الكاد وقامت بتقديم الأدوات التي تتعلق بهذه السوق في مجال المنتجات الزراعية وأيضا قامت بدعم التجار الصغار عبر الحدود وأيضا العلامات التجارية لدعم تجارة في البذور والأنواع المختلفة والكتالوج الخاص بها. تحت عنوان التحول الصناعي الخطوط التوجيهية حول زيادة الإنتاج المستدام تحت مظلة الكورونا تم وضع إطار للسياسات وتم وضعه لتشجيع الإنتاج المحلي والقيمة المضافة وإدارة المناطق الصناعية الخاصة والساحات الصناعية والاقتصادية وتم تحديد القطاعات المختلفة بما فيها الصناعات الزراعية والطاقة وأيضا النسيج والجلود والأدوية وأيضا الاقتصاد الأزرق.